لو وريت لك الكرسي ده هتقول لي ياه والله ده اختراع صيني، ولولا الصين ما كناش عرفنا لا نقعد في الشارع ولا نقعد في اي حتة. ربنا يبارك لنا في الصين او اليابان او كوريا او ماليزيا او اي بلد، المهم مصر لا. الكرسي ده يا جماعة اختراع مصر القديم، وشكلكم زهقتوا مني بسبب الكلمة دي، احفظوها بقى. اي حاجة هتكلم عنها اختراع مصر القديم. ليه بقى حان الوقت ان احنا ننسب الحاجة لاهلها؟ هتقولي لي يا نيرفانا عرفتي منين ده اختراع مصر القديم؟ الكرسي ده يا جماعه قابل للطي، يعني قابل ان انا احطه في شنطتي، احطه في اي حته، احطه على جنب، انتوا عارفين بقى الاختراعات والكلام ده كله. الكرسي ده مصر القديم، لقيناه في مقابر كتيره جدا، المصريين القدماء كانوا بيستخدموه في عمليه طبعا الجلوس وحمله في اي مكان، خاصه في الرحلات، لان هم كانوا ناس صيادين رقم واحد وكانوا بيحبوا قوي يرفهوا عن نفسهم. ف الكرسي ده لقيناه في مقبرة توت عنخ آمون، الكرسي ده لقيناه في مقابر الأشخاص العاديين، الكرسي ده زي ما انتم شايفين مصنف على إنه مصر قديم.